الزمالك النهارده قبل ما اروح بس ماشي ماشي. الزمالك النهارده كانوا بيحتفلوا بعيد ميلاد طارق حامد نجم منتخبنا الوطني ونجم نادي الزمالك. النهارده اللعيبه عملت له زي ممر شرفي كده علشان تقول له كل سنه وانت طيب يا طارق. وبطبيعه الحال كمان احنا كمان نقول لطارق كل سنه وانت طيب يا طارق، وان شاء الله باذن الله دايما موفق ودايما من المميزين ومن حسن لأحسن إن شاء الله بإذن الله.